ملي انتقدك الصوت المخلط بصوت صراخي بجملة خدوها الحبس تدمر، وهذا الحبس إلى ما كانش فراسكم من أشنى السوجو اللي كاين في البلاد. في الحين لقيت قيودي تفكات والصماطي من يدي وعلى كرشي التحلات، قصابيهم على رجلي التهزات. واش هادي ناجت ولا عاد غاتبدا المعاناة؟ بوحدها القدر اللي جاي في طريقي عرفات، خداني واحد من رجالهم مع سلال مطرقان. تا لقيت راسي قدام طنوبيل عند الباب، ولقيت ماجدة سبقتني تماك ولكن ما قدرتش ندوي معاها. طلعنا وتحرك الشيفور حتى قرب للباب اللي كيخرج على برات الحبس، وقال لي التهوى واش ما غتعترفيش؟ حسيت بعروقي كيتجبد وكي يقولوا انا ما عارفه والو وما درت والو، واش باغيني نكذب عليكم؟ ما عرفت شنو وقع حتى بان لي طوموبيل راجع بينا تاني. داوني عاود تاني لا ميم شومبر فاش كلت الطروح. جاب لي الله بحال لي هاد اللعبه كلها ديال ديوها الحبس تدمر، غا حركه من حركاتهم باش يخلعوني. رجعت تاني للخشبه ورجعوني في السوالات والتهام. العذاب تا هو رجع، غي هاد المره العذاب زاد اكثر من اللي كان قبل، وتزادوا تا القصبيات اللي كتنزل على رجلي، والمؤدبين تا هما زادوا. من كثرت الناس اللي شاركوا في التاديب ديالي ولو كيبانوا لي بحال شي ضفادع كيزعقوا. في الاخر ما بقيت كنجاوب حتى احد، وجاني صوت ديال تلجع والتاني كيقول لي طلعتي مسلحه، شوفوا هاد بنت العبد كتدعي البراءه ولكن دايره كواريت. غوت بجهدي كله، انا ما عندي علاقه بحد، انا ما مسلحاش. قال لي صاحبتك ماجدة هي اللي قالت هاد شي عليك. قلت ليه ما تيقهاش، جيبها باش تقول هاد شي في وجهي، كي والو كذبت باش نجاب جلدها من الفلاقه. قال لي لا صاحبتك ما كتكذبش، هي اصدق منك، واصلا ما ادبناهاش، قالت لنا كل شي بخاطرها، وانتي لما دويتيش فراها غتبقاي تاكلي ماكلة الطبل في مية عيد حتى تعترفي. قرب لي تاني وفي يديه باتري ديال الضو، حطوا لي هاد المرة على فمي وبدا كيهددني. غوت ناصف معصب، صافي نوضها وعطيها ورقة تكتب لينا داكشي اللي عندها وغنشوفو مراها شنو كاين. وتلفت جيتي كيهدد تا هو، الا ما دويتي هاد المرة فعرفي بلي عندنا شي رجال، الواحد منهم بحال الوحش. سكت شوي ورجع زاد، واش كتعرفي الشودر كيف داير شكلهم؟ الا ما اعترفتيش غندخلهم عليك وغنشوفو فين توصل صحية الراس ديالك. نوضوني من فوق الخشبة ولقيت راسي غارقة في الماء بلا ما نحس. هادشي كله حيت غيبت من حر التعذيب، شي اللي خلاهم يفيقوني بصلد الماء. فاش انتبهت لقيت شنبر خوات، وضربت على واحد شريشم صغير كان فوق راسنا، وعرفت باللي الليل وصل. على ما باللي دوزت ساعة ولا ساعتين في التعذيب، وما جيت نجمع راسي تدخل عليا واحد منهم وفي يديه ورقة وستيلو. قال لي هانتي خودي ورقة وستيلو وكتبي لينا داكشي اللي كتعرفي. قلت ليه ما عندي حتى شي حاجة اللي غتنفعكم. قال لي ما كاين شي واحد كيدخل عندنا الا وضروري تكون عنده شي حاجة يقولها، وحتى حد ما كيدخل هنا الا اذا دار الذنب. اعطاني استمارة فيها اسئلة على قرايتي حياتي وعلاقتي بالاخوان. عمر داكشي اللي عرفته وبديتها ليه، خداها وخرج. ما داز بزاف ترجع تلجا كيشير بيها ووجهو عامر غضب، وبدا كيغوت واش هادي جوابات بنت القمحة؟ لحا بلاصة الميم والميم الرطوبة، هكذا كانت السبة. تفرقع عليا بقى السبان في دقة وحدة، بحالي هاد الكلمة الزنقاوية كانت كتسنى غائم تخرج. مور هادشي قال لي الا بدويتيش غنزلوك اللاكاب وتماك غا تبقى يتا تموتي. قلت ليه
أحسن حاجة تديرها. أصلا الموت راح تلمومن، هنا دخلنا صيف شفية شي شوفت عامرين بالسم. وقال لي والهضرة الخاسرة سابقة فمو، سمعي يا بنت القمحة، يا إما غتعترفي ولا غادي نعريك من حوايجك. هاد التهديد حركني من الروندا ديالي، زعزعني من جدوري، غوت كنقول ليه والله ما عارف شي حاجة وما عندي ما نقول ليكم. هنا قال لي بلهجة ديال الأودر، حيدي جلابتك. وقفت وهنا تكهربت بخوف حقيقي، خوف شرق لي قلبي ديال بصح. صمرت وما درت والو. هنا قرب لي ومديدي بغى يحل الصدف ديال الجلابة، ولكن واخا قلب تاعي ما لقاهمش، حيت في التفصيلة ديال جلابتي كانوا صدف مخبيين. موراها حول يديه جات راسي باش يحيد علي حجابي، ولكن ما قدرش، شدني من شعري تحت الحجاب، وكان شعري طويل ديك ساعة وجمعه اللور، شدني منه وبدا كيجر. وفي ديك الوقت ما يمكن إلا تشوف راسي مسكين، لا حول له ولا قوة، كيمشي مرة جهة ناصيف ويرجع مرة تانية وتخبط مع الحيط. هادشي كله أنكوبل مع السبان تحت الصمتة، واخا هادشي كله ما قدرش يعريني. غوت عليا كتقولي على راسك ماشي إخوانية، وحوايجك لاصقين عليك، وجلابة صدافها مخبية سرية ومجهزة راسك لكل شي. فاش طولت في سكوتي وزعق في سبانو، عيط لشي واحد يجيب ليها قصبية باش يرجع يسلخني بيها. جاب ليه المأمور القصبية وترجل باش يضربني. بلا ما نحس لقيت راسي كنجري هاربة منه، وتخبيت مور الطابلة. جرى مورايا وبديت كندور عليها، وهو ورايا تابعني وكيغوت، الله ياخد فيك الحق، هاد العصا كلها ومازال فيك الروح باش تجري. فاش ما قدرش يجاريني قال لواحد الغارديان شدها شدها من جهتك. فاش شدني خونا قال لي ناصيف حيدها من قدامي، ديها الانفرادي، ما بقيتش باغي نشوف كمالتها. ما تيقت باللي الصهرة ديال العادة بسالات، وما عرفت شنو كيعني بالانفرادي. رمالي الغارديان صباطي وخرجني من شونبر، وبقى صايقني من سلالم وكولوارات. هاد المرة نازلي لتحت وكيقول لي علاش ما هدرتي وقلتي اللي جا في بالك، ولو تكذبي على الأقل غترحمي راسك من قوة الضرب والطو. شوفي كيفاش وجهك تنفخ ولحمك زراق، يديك ورجليك ورموك وكلتي ماكلة الطبل نهار العيد. قلت ليها الله ياخد فيهم الحق، أنا ما يمكنش نكذب، وسوا كذبت ولا قلت الحق فراها الروزيلطة وحدة ومرسومة. قال لي كيفاش عرفتي هاد الشي؟ قلت ليه هما ما تيقونيش وعارفين اني كنقول الحقيقة، فشنو غايجري الا كذبت عليهم. في ديك الوقت كنا وصلنا للباب ديال لاكاب، تماك لقيت داك الدري اللي دويت لكم عليه، داك الشاب حسين، الراجل اللي كان شوية هذا مشارك في التهذيب ديال داك الدري. بقى كيطلع علينا بوجه مظلم وفتح فمه ودار ابتسامة صفراء، موراها تقدر تشوف سنة مقلعة بحال شي شرجم ديال شي خربة. استقبلني وفي يديه كابل كيتلوى كما كتلوى هضرتو، فاش رماني بالترحيب ساخر وقال لي نهار غليظ هذا، مرحبا بيك نورتينا. شدني حسيني من كتفي ونزلني مع 5 درجات لتحت بالحساب، وقودني مع طريق مظلمة لواحد السيلون قابع في كولوار ما يمكنش تشوف فين جاء آخره بسبب الظلمة. فاش وقفني قدامه وقال لي هذا بيتك الجديد إن شاء الله تصبحي على خير. حسيت بالخنقة من الظلمة، وأعصابي كان بحال شي وطرة مجبدة على حدها. قلت ليه لا والله ما ندخل لهاد البلاصة، دفعني بحال اللي كيدفع ساك ديال البوكس ماشي إنسان. وقال لي دخلي ولا غنكسر لمك راسك. تلفت جهة البيبان الأخرى،
واه واش هادو صحاباتي؟ هما كيطلو من بين قضبان السيلونات، كي شفتهم جري جيتهم وانا كنغوت فاطمة فلانة، ما خلانيش نكمل وجرني بجد وهو كيقول اجي لهنا الله يلعن اللي حطك، واش كيسحاب لك راسك جاي الاوطيل ولا جاي الزيارة؟ في الثانية اللي موراها سمعت صوت جاي من سيلون بعيد، الرقم ديالو 24. واش هذا صوت امي؟ راه هو مسكينة سمعت صوتي وعرفاتني وبدات كتدعي عليهم باعلى صوت خرج من جوفها وكتقول هادو بنات كتقواو عليهم وكتحقروهم يا الظالمين، واش ما كاينش عندكم ذره رحمه؟ انا طول عمري كنسمع بلي قلوبكم حجر، ولكن دابا كنشوف هادشي بعيني. صدماتني هاد السوربرايز وجريت عاود تاني، جات مصدر الصوت كانت خايل طريقي وانا كنغوت مي هنا الله ياخد فيكم الحق، شنو درتي لامي؟ خوتي صغار وبا مريض، علاش كتعداو علينا بدون وجه حق؟ علاش؟ هنا نقزت الحبال الصوتية المعفنة ديال داك حسين كيقول لي بكل شماتة شنو غنقاو باك وخوتك الصغار، حنا باغينك غانتي وامك. مشى سد الشراجم ديال السيلونات كلهم ورجع دفاني السيلون وانا كنحاول نقاوم وكنت كالا حافت الباب، قال لي وكيهددني دخلي احسن ليك والا غنجيب كاع الرجال اللي في هذا البلوك باش يدخلوك. قلت ليه البلاصه مظلمه بزاف، جاوبني كيسخر مني ماشي مشكل راك غتضوي البلاصه بزينك. ضربت على سيلول داخل بلي جوج بواطات ديال القزدير، وحده فيها الروز وحده الماء. واحد شوي جا واحد الراجل كبير في السن، هاد السيد رجوله وكان كيعاملني مزيان من بعد، قرب وقال لي بصوت خافت دخلي يا اختي وتوكلي على الله، ما تخليش ليها فرصه باش يزيد يهينك. دخلت للسيلون وصوت امي مازال كيخبط في وداني، وما داز بزاف تتبخر صوتها وسط الغوات والضحاك ديال بنادم، علات الاصوات وفاحت ريحه الشراب، بنادم كيحتفل براس السنه على برا في الوقت اللي الوحده طواطني، خصوصا فاش داو ماجد التحقيق، وكان ممكن تكون ديك الساعه كتعذب كيف كان ممكن تقول عليا اي حاجه. بقيت على ذاك الحال حتى جا نص الليل، فاش جابوا ليسي اخر وداني لغرفه التحقيق عاود تاني. في غرفه التحقيق لقيت ثلجه كيتسناني، قال لي واش ما باغاش تعترفي بلي انتي من الاخوان؟ ها هي ماجدة قالت بلي انتي مسلحه وشافت هادشي بعينيها. قلت ليه جيبها باش نفرق عليها عينيها، يلا فازي جيبها تقول هادشي قدامي. قال لي هي ما كتكذبش عكس كنتي، والدليل انك وليتي صفرة بحال الحامض. رديت عليها جوج ليالي ما نست وما كليتش وما مشيتش للطواليط، زيد على هادشي التعذيب والصعق بالضو، كيفاش باغي لوني ما يصفارش؟ هز راسه في حركة عدمية ما عندها التامنة، وعيط للحاجب باش يرجعني للسيلون. رجعت للركينة ديالي جرة معايا ستريس والآراق، وبلغت بيا الحيطة والحضر أني ما قادرش نتغطى بالمانط، حيت خفت لي يدخل عليا شي واحد وأنا ناعسة. في الوقت اللي كنت مكمش على راسي كنت بعينيا سراق الزيت كيتحرك مع الحيوط في ذاك الظلام بلا ما يسوق لهذا الضيف الجديد اللي يدخل عليه. تشق الحيط ديال الصمت على غفلة بصوت ديال حلال البيبان وتسرسير السوارت، تبع هاد صوت الغوات ديال السجانين والرجلين كيدافعو نازلين مع الدروج، كيبان من بعيد بلي قاصدين شي سيلون. قمرت بالحدس اللي عطاني الله بلي هادي ما غتكون غير شي دفعة جديدة ديال المساجين وصلات، وعرفت من بعد بلي كانوا ستة أو لا سبعة ديال لي جون، عمرهم كان بين 10 و15 العام، طيروهم من جامع واحد وزطموهم بحال شي سرديل في سيلون مضيق بواطاد الحوت بالمقياس البشري،
متر على متر ونص، واللي سمعت أن واحد منهم شدوا الإسهال من قوة الخلعة والتأديب وبقى كيغوت باش يمشي للطواليط، ولكن ما كيجي غا الصوت ديال واحد من الباليس اللي غارقين في الحفلة ديال البوناني كيقول ليها أسد فمك داك البرهوش. ولكن الدري ما كانش قادر يصبر، كيعاود ويطلب ويرغب، والله التكرشي كضرني والعالم والناس، ما بقيتش قادر نكونترولي راسي، وعوض يخرجوه جاء واحد بكابلي وحل الشرج مثل الباب وش حطوا به، وهو كيعاود عليه نفس الكلام. قلنا لك سكتنا يا ولد القاف. سكت الدري واحد شوي، وموراها بدينا كنشمو ريحة جاية من عندهم خنقاتنا. هنا رجع ليه البوليسي كافر كيربب ويلعن وكيقول ليه ناري درتيها هنا يا ولد القاف. خرجو على برا ونزل عليه بالضرب بحال شي حمق. ما حسيت تسمع تصمي في ديك اللحظة كتغوت من سيلونها وكتدعي عليهم وكتقول ليه الله ياخد فيك الحق، واش ما عندكش قلب؟ دري مسكين طلبك تخرجوا للطواليط وما بغيتيش ودارها تحتو، شنو بغيتي المسكين يدير؟ مور هاد المهزالة تهدنا طلو مور. دازت سوايع الليل عليا تقل من الجبال، واخا ما جانيش نعاس ديك الليلة حسيت باللي فقدت الشعور بداكشي اللي داير بيا. كنت خايل باللي التلج استعمل البلاصة كلها، وباللي العسكر والبوليس كيوجدوا راسهم باش يدخلوا عليا ويعريوني يعذبوني لاخر مره قبل ما يطلقوا عليا الرصاص ونودع هاد الحياه. ولكن تا حاجه من داكشي ما وقعت. الفجر قرب، سمعت دقان الحيط جاي من سيلو اللي جنبي فشرما وماجده، فهمت باللي كتنبهني لوقت الصلاه. تممت وبغيت نصلي، ولكن فين جات القبلة؟ دقيت الباب وخلط علي حسين، سولته على القبلة فين جات، قال لي بسخرية شفتي الاتجاه فاش كان راسك فاش كليتي الفلاقة، تمك القبلة. عاود سولته وانا كان رغب، قال لي هو هز حجبانه وما عاجبو حال، ما عرفتش فين جات، ولكن شفت الدراري كيصليو في هاد الجهة، صليت في الجهة للشير وظهري كيشوف في الباب، كان قلبي كيزدحم الخلعة على طول الصلاة، وما هادشي إلا حيت كنت خايفة لي يشوفني شي بوليسي وديك الساعة خايا ما يجمعوش راهم. وبالفعل فاش كنت بين يدي نربي فتح الحباس براهيم شريج ما باش يعطيني الفطور، فاش شافني كنصلي قال لي بشاخ طلعتي كتصلي؟ ما جاوبتوش، ولكن حسيت قلبي طاح بين يدي، لكن الحمد لله خرجت سالمة. مشى ابراهيم كمل طريقه وكيفرق الفطور على المساجين، وموراها رجع عندي وسولني باستهزاء شنو ساليتي؟ والله يتقبل، دفع ليا ما كلتي وزاد في حاله، ما جا فيني مشي حتى تفتحات شريج ما تاني. وهاد المرة كان اللي جا عندي هو أبوه محمد، الراجل اللي طلبني باش ندخل للسيلون بلا صداع البارح، شاف فيا وسولني واش ما بغاش تخرجي للطواليط؟ حركت راسي بالجواب، فاش خرجت ضربت على السيلونات وما بان لي حتى حد. سولته على سبب السقي اللي في المكان وفين مالك، واش مازال ما نزلت من التحقيق؟ قال لي كلهم خرجوا، باقي هنا غانتي وماجدة وامك. حسيت باللي هادي النهاية، خرج كل شي وبقينا غير حنا، دونك هادي النهاية. سولته وانا كان شهق بالبكاء، علاش خرجوهم هما وما خرجوناش حنا؟ انا حتى حاجة ما تبت ضدي، انا بريئة برأة الدم من دم يوسف. قال لي والله ما عرفتش، سولي اللي جابك هنا، اما انا غموظف. موراها بدا كيبدل الموضوع، قال لي واش باغا تاكلي؟ كنت جبت فطوري معايا وبغى يزيدني مسكين من فطوره، ولكن ما قبلتش، كان عندي الزبده الكونفيتور الخبز وشي ماكله اخرى.
فكرت في ديك الوقت باللي ما كليت حتى لعبه مدة هادي. فاش زيرني جوع في النهار التاني بديت كناكل القشرة تاع برا ديال الخبز، حيت من الداخل كان كله عجينة، زيد عليها الطرف ديال الفرماج اللي ما كيجي غا مرة في شحال. وعلى هاد الحال بقيت على طول 8 ايام في السيلون. طلع الصباح ديال النهار الاول في الحبس وانا مازال سامرة كنراقب المجهول، كنضرب طليلة على اللي فات شلا احداث مصدقة وشي وقايع مكدبة. تلفت كنطلع على بيتي جديد، وبطبيعة الحال لقيته كيشبه القبر اكثر من اي حاجة اخرى، وابار سراق الزيت اللي كيقلب على شي حاجة ياكلها ما قدرتش في اللون نلقى حتى شي حاجة على الحيط المظلم. ولكن مع عيني ولفت الظلام، فاش دخل شوي ديال الضوء وخبط في الحيط قدرت نشوف خطوط وشعارات بحال الله اكبر والحمد لله محفوره اكثر من مره، وجنبها سميات ديال الناس بزاف دازوا من هاد البلاصه المزمره قبلي. ما كانتش دازت ساعتين على صلاه الفجر حتى بدات دوره جديده من دورات الحبس كانت بلاصه في مكانها. وبحال كيف كدير الكلاب كانوا المحققين والجلادين والسجانين كيديروا، ما كينعسوش الا فاش يقرب الفجر وكينوضوا وقت الضحى، وان فوا كيفيقوا كيبدا السب واللعن وجمل الكفر بالله كيتخلطوا. بديت نسمع صوت ديال الشحيط، شحيط فوق ظهورهم كيقودوهم للطواليطات. اللي كيتصدر هاد الخدمة كان هو ياسين، نقدر نقول لكم باللي كان من أجهل وأكلخ الناس اللي شفت في حياتي. ديما كيبان لي شاد كابلي في يديه وكينقز ويزعق، ما كيصبر تيهجم على الدراري مساكن ويبدا يسلخ ليهم في جلودهم بحال اللي هما بهايم ماشي بشر. ويا ويل اللي يخرج منه شي صوت ولا يغوت من الآلام، حيت العقوبة ديال هاد الشي هي الدوبل ديال العذاب باش ما يعاودهاش تاني. هنا كيسالي الجزء الرابع من قصتي، نتلاقاو في الجزء الجاي.